السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة. نبدأ على طول بالبوشنال ديفيجن. درس النهاردة مهم جدا لأنه بيفيدني كتير في حياتي العملية. إزاي؟ الوقت لو الناس مثلا 2 أو 3 اتفقوا يشتركوا مع بعض في تجارة، التجارة دي معرضة لأنها تكسب أو تخسر، صح ولا لأ؟ طب على أي أساس بنحدد كل واحد كسب قد إيه أو خسر قد إيه؟ هو ده درسنا النهاردة، هيعرفنا الناس هتاخد إيه مكسب أو هتخسر قد إيه من خلال proportional division. طيب معناه إيه؟ is to divide anything بقى money land according to a given ratio. هيدي لك ratio وبناء عليه هتتعامل مع المسألة بتاعتك. طب تعالوا نشوف الاكزامبلز بتاعتنا أو الاكسرسايز بتاعنا. هو هنا بيقول أمان distributed يعني قسم أو وزع 1000 pounds among his sons in the ratio 1:2:5. calculate the share of each of them. طب هو معي 3 sons، يبقى أنت معاك first 2 second 2 third. أدي 3 sons بتوعه. طب الراتيو إيه؟ 1:2:2:5. تمام كده يا شباب. طيب وكمان مطلوب منك تجيب الصم. نجيب الاول الصم بتاع البارتس. الصم بتاع ايه؟ البارتس اللي هو 1+2+5 هيديني 8. تمام. الايت دي في الحقيقة equivalent، بتعادل او بتكافئ المبلغ اللي هو هيوزع اللي هو 8000. تمام كده يا شباب. بعد كده خلاص، بعد كده المسألة واضح انها محلولة عاملة زي مسائل الريشيو بتاعتك بالظبط. يبقى معك هنا اكس واي وزد، معنا اكس واي وزد، وتجيب الفاليو بتاعت اتش ايه سيمبل قدامك، يبقى انت خلصتها وحلتها. طب نجيبهم ازاي؟ اكس ايكوالز، كأنك مش شايف هما التو كولمز اللي في النص دول، كأنك مش شايفهم. هنتعامل مع ده ومع ده. تمام. ليه اخترنا مع بتاع الصم؟ عشان هو فيه 2 numbers تحت بعضهم. خلاص يبقى 1 by 8000 divided by 8. الكلام ده equals. احنا اتفقنا لو مش بتعرف تعمل simplify من هنا روح اعملها على الآلة، لو بتعرف divide ال 8 فيها ال 1 divided by ال 8 فيها 1000 1 by 1000 بقل ايه 1000. تمام كده. يبقى الشير او نصيب الولد الاولاني من السنز بتاعت الراجل بتاعنا دوت هياخد 1000 ايه باوندس او اللي ايه زي ما تحب تكتبها. طب واي الابن التاني هياخد ايه؟ ها هتعامل هنا وهنا، يبقى معاك 2 by 8000 divided by 8. الكلام ده equals. نبدأ نعمل سمبل فاي ديفايد ال 8 فيها ال 1 divided by ال 8 فيها 1000. تمام كده. 2 by 1000 by 2000 سواء كتبتها ال اي او باوندز زي ما انت عاوز. ها ناقص لي واي، اكس واي ناقص لي زد ايكوالز هنا وهنا اهم، معاك 5 by 8000 divided by 8. نبدا نعمل السمبل فاي بتاعي، ديفايد ال 8 1 ديفايد ال 8 فيها 1000 1000 باي 5 by 5000. تمام. والكلام ده اللي ايه؟ نتأكد ازاي؟ تعالوا كده نشوف اكس بلس واي بلس زد اللي هو الشير بتاع 3 سنز بتوعته 1000 + 2000 + 5000 هيديني ال 8000 اللي الراجل كان ايه عاوز يقسمها. معنى كده ان انت حليت مسألتك صح. يلا نبص على بعدها. ها a factory produces 3 types of washing machine A B and C. تمام. يبقى انت على طول كده انت هيطلع معاك علاقة بين A to B to C in the ratio 6:4:3 if the production of B exceeds. دي من الكلمات المفتاحية في المسائل اللي عاملة زي المفتاح كده، تعرف ان في ماينس في المسألة لما تشوف كلمة exceeds. طيب if the production of B exceeds the production of C by 6. بيتكلم على B وعلى C وبيقول لك ان ال B exceeds C يبقى انت معاك difference
اللاين الجديد او الكلمة الجديدة اللي هكتبها. والديفرنس 4 ماينس ال 1 ماينس ال 3 هيدي لك ال 1 عشان البارتس بتاعتك، وال 1 دي equivalent 6. equivalent ايه؟ 6. تمام كده. how you will find the production of each type. لو انت زبطت المنظر ده خلاص انت كده كأنك حليت المسألة، لانك هتحط اكس واي وزد. يبقى هي زبطت المسألة كلها في ان انت تكون فاهم انه لما يقول لك بي exceeds سي باي 1 يبقى ال 1 دي بتاعت البورتس تحطها هنا تحت الديفرنس، وتشوف ال 1 دي ايكوفالنت بقى في الريل كام، في الحقيقة بكام؟ ب 6. تمام كده. خلاص هي كده محلولة. بقى نبدأ نروح نقول له الاكس ايكوالز، وكأني مش شايف التو لاينز دول، 6 باي 6 ديفايدد باي ال 1، 6 باي 6 ب 36. تمام. واي ايكوالز، وكأني انا معايا اللاين ده دلوقتي، يبقى مش معايا دول، يبقى 4 باي 6 ديفايدد باي ال 1. الكلام ده هيديني 24. طبعا واشنج ماشينز اللي هي المسألة ماشية عليها الكلام ده كله. تمام. زد بتاعتك equals، انا بشتغل دلوقتي في الحتة دي، يبقى 3 باي 6 ديفايدد باي ال 1 اللي هي 18. طبعا كل الكلام ده واشنج ماشينز، واشنج ماشينز برضو، واشنج ماشينز. طب انت عايز تتأكد، انت عايز تتأكد من البرودكشن ومن النمبرز اللي انت مطلعها، تعال نروح نشوف كده. 36 2 اللي هي بتاعت الاكس، 24 2 18 اللي هي بتاعت الزد. تعالوا نعمل لهم سمبلفاي كده، هما الثلاثه ديفيزبل باي 6. 36 ديفايدد باي 6 هتديني 6، 24 ديفايدد باي 6 هتديني 4، 18 ديفايدد باي 6 هتديني 3. بقت 6 تو 4 تو 3. تعالوا نبص على المساله كده، وهو كاتبها لي فوق كان بادئ معايا بايه؟ ب 6 تو 4 تو 3، فادتني نفس الايه النمبرز اللي المساله بتاعتي بدات بيها، يبقى انا شغال صح. طيب هو هنا ديفايد، احنا اتفقنا proportional division بتفيدني في ان انا بقسم او بوزع. divide ال e 450 between علي and his cousin منى، where the share of علي is 2 over 3 the share of منى. بدأ بمين؟ بعلي، ونهب مين؟ بمنى. يبقى معايا الفيرست ترم بتاعي علي 2 منى، و 2 over 3 يعني 2 to 3، وانا عايز اقسم ومعايا sum، يبقى معايا المجموع بتاعي. وابدأ بالبورتس 2 بلس 3 يعني 2 5، مش الكلام. طب ال 5 دي equivalent كام؟ equivalent 450. تمام كده يا شباب. حط اكس وحط واي. طب يبقى الاكس بتاعتك equals ايه؟ كأنك مش شايف الحتة دي، 2 باي 450 divided by ال 5. الكلام ده هيدي لك ال ايه، سواء بقى عملت لها سمبلفاي او عملتها على الاله زي ما انت حابب، 180. طب الواي ايكوالز ايه؟ خلاص ما بقتش شايف علي، طبعا الاكس ده اللي هو ايه؟ علي. الواي اللي هو بتاعت ايه؟ منى. 3 باي 450 ديفايدد باي 5. الكلام ده لما برضو هنعمله على الاله هيدي لك 270 طبعا ال ايه او باوندز، زي ما انت حابب ايه تكتبها. طيب نبص على اللي بعدها، فكرة مهمة بقى. أمان distributed، قسم أو وزع 6300 pounds among his three sons، عنده 3 sons. if the share of the first was third of the money. لحد هنا كده لازم أقف، لحد هنا لازم أقف وأقول لنفسي دي كده لوحدها مسألة لازم أفكر فيها. الراجل معاه فلوس وجي على ابن الأولاني وعايز يديله one third of the money. تمام كده. لغاية هنا أنا أقدر أجيب share of the first، ما تتأخرش بقى على طول جيبها الأول، share of the first، ما تستنيش لما تكمل حتى قرية. طب share of the first اللي هو ال one third of 6300، خد بالك بقى لما أقولك one third of دي معناها multiply by، يعني one over three by 6300. تمام. يبقى الكلام ده equals ايه؟ equals 2100 باوندس. ده ابنه الاولاني هياخد ايه؟ 2100 باوندس.
طب لحد هنا ابدا اكمل؟ لا طبعا، الراجل لما ادى ابنه 2100 مش لازم اشوف هيتبقى معاه ايه من ال 6300، يبقى ال rest of the money، rest of the money، الفلوس اللي هتتبقى ايه معاه equals 6300 minus 2100. الكلام ده هيديلك 4200 pounds. يبقى انا كده خلاص عرفت هو ادى ابنه الاولاني ايه. بص وقفتي ظبطت كده المسألة بتاعتي تمام كده. طب بكمل بقى. and the ratio between the share of the second and the share of the third equals 3 to 2. يبقى انا معايا second to n g to third، الريشيو بينهم ايه 3 to 2. طب ومعايا هنا الحاجة التالتة ايه السم بقى، ال 3 وال 2 اللي هم equals ايه 5، اجيب sum of parts. ال 5 دي equivalent ايه؟ حد يقول لي equivalent 6300، لا احنا خلاص طلعنا نصيب الاولين، يبقى هم equivalent الريست اللي متبقي مع الرجل ولسه هيقسمه اللي هو 4200 تمام كده. يلا نكتب له x و y، يبقى ال x بتاعتك اللي هي share of the second نصيب التاني، و 3 باي كأني مش معايا اللاين اللي هنا ده، يبقى انا معايا 3 باي 4200 divided by 5 شغل قالة هتدي لك 2520 pounds، والواي بتاعتك equals معايا هما التو كولمز اللي انا بشتغل معاهم، يبقى معاك 2 باي 4200 divided by 5 وبرضو شغل قالة هيدي لك 1680 pounds. كده المسألة بتاعتي خلاص خلصت. انا طلعت share of the first الاول، ولما يقول لي one third of يبقى انت بتعمل one third by النمبر اللي هو بيديهولك، وبعدين تجيب الريست. على فكرة ينفع بدل ما تعمل one over three by 6300 تاخدها برضو بشكل تاني وانت بتطلع share of the first، تقول 6300 divided by 3 هيطلع لك برضو share of the first. بعدين جبت الريست بتاعت الموني اللي متبقية مع الراجل، وهو هيقسمها بين السكند والثيرد in the ratio 3 to 2، وجبنا الصم بتاع البارتز بتاعتي وقلت equivalent 4200، وبعد كده جبت x و y اللي هو share of the second and the share of the third. خلصت المسألة بتاعتي. يلا نشوف اللي بعدها. هو هنا بيقول a triangular garden in a school the ratio among its sides lengths is 3 to 4 to 5. if the perimeter of the garden perimeter يعني sum of side lengths بتاعتها 120 meters calculate the lengths of the sides of the garden. تمام، يبقى انا معايا الجاردن هي واخده شكل triangle تمام، يبقى هي عندها 3 sides first two second two third تمام، والريشيو between them ايه 3 to 4 to 5، يبقى معايا 3 to 4 to 5. والسم عشان انا بجيب بيراميتر، السم بتاعهم او البيراميتر زي ما انت حابب، جيب السم اوف بارتس الاول اللي هو 12، وال 12 دي equivalent 120 meters، يبقى هنا في 120 meters. تعرف وانت شغال ان كل السايدز بتاعت الترينجل اللي معاك هتطلع لك بالميتر، معاك x y z تمام كده. طب يلا نجيب x equals 3 by 120 divided by 12، خد بالك النمبرز في بينها علاقة، سهل جدا ان انا اعمل لها simplify، divided 12 1 divided by 12 هتديني 10 by 3 30 meters. خد بالك عشان البريميتر بتاعك طلع لك بالميتر هنا، هو تبص المنظر. طيب الواي equals 4 by 120 divided by 12، احنا اتفقنا divided 12 فيها ال 1 divided 12 فيها ال 10، 4 by 10 40 meters. اخر سايد معايا او third side اللي هي الزد بتاعك. طيب الزد equals 5 by 120 divided by 12، 5 by 10 50 meters. خلصت، انا كده جبت الايه 3 sides of the triangle تمام، انا جبت كده 3 sides of the ايه triangle. اخر مسألة معايا النهاردة، هو بيقول
هاني خالد اند فادي شير ذا بزنس، اشتركوا هما الثلاثه في بزنس، هاني بيت كذا وخالد بيت كذا اند فادي بيت كذا. مش انا مش محتاجه انا اطلع بيانات على طول. هاني تو خالد تو فادي، هاني تو خالد تو فادي. تمام يا شباب. طيب عندك هاني دفع كام؟ بيد 30,000 تو خالد بيد 40,000 تو فادي بيد 50,000 اهم. بصوا كده، لازم طبعا كل واحد يتكتب تحته النمبر بتاعه بالظبط. طيب at the end the loss was 6,000. اللي ايه 6,000؟ find the loss of each of them. التجارة بتاعتهم او البيزنس بتاعهم خسر 6,000 باوندز، وعايزك تقول كل واحد منهم خسر قد ايه. طيب عشان اقول وسهل على نفسي النمبرز في المسألة، تعالوا نجيب الريشيو بتوين زم، تعالوا نعمل سمبلفاي هنا. طب عشان اعمل سمبلفاي يبقى انا معايا ديفايدد باي 10,000. النمبرز دي كلها ينفع اعملها ديفايدد باي 10,000، هيتفضل لي 3, 2, 4, 2, 5. انا كده عملت لهم سمبلفاي، صح كده؟ طيب بعد كده اعمل ايه؟ هنكتب هنا الصم، ونروح نجيب الصم بتاع البورتس. 3 + 4 + 5 هيديني 12. التويلف دي ايكوفالنت ايه؟ الخسارة بتاعتهم اللي هي كام؟ اللي هي 6,000. خلاص ابدأ بقى اكس واي زد. بص المسألة بتاعتك خلاص ظبطت ازاي؟ ها الاكس بتاعتي ايكوال ايه؟ وكأنك مش شايف اللاين الاولاني بقى اللي هو قبل السمبلفاي ده. نتعامل مع التو لاينز اللي تحت دول اللي هو بالريشيو وبالريل نمبرز بتاعتي. تمام، اكس اللي هي اللوس اوف هاني، خسارة هاني. تمام، يبقى 3 by 6,000 ديفايدد باي 12. الكلام ده لما هتعمله هيدي لك 1,500 باوندز. يبقى ده الاولاني خسر 1,500 باوندز. الواي بتاعتك equals، هروح اتعامل مع هنا وهنا، يبقى معايا 4 by 6,000 divided by 12 هيديني اللي ايه او باوندز زي ما انت حابب 2,000. تمام كده. السرد بتاعك اللي هو الزد اللوز بتاعته هتبقى 5 by 6,000 divided by 12، والكلام ده هيدي لك 2,500. تمام كده، باوندس او اللي ايه زي ما انت حابب. لو انت عاوز تتأكد من الانسر بتاع المسألة بتاعك، اجمع كده 1,500 بلس 2,000 بلس 2,500 هيدي لك 6,000 اللي هي الخسارة الاصلية بتاعت المسألة اللي احنا وزعناها كل واحد خسر قد ايه في المسألة. المسألة هدفها زي ما اتفقنا لما الناس بتشترك في تجارة بنعرف الناس دي كسبت ولا خسرت، وكل واحد نصيبه ايه من المكسب وكل واحد نصيبه ايه من الخسارة. تمام كده الدرس خلاص، احنا حلينا اكسرسايز كتير بمعظم الافكار اللي بتنزل فيه. ان شاء الله سهل وبسيط وسؤال مضمون برضو في الامتحان. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وما تنسوش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب. السلام عليكم.